كان المسلمون يجوزون كشف الوجه والكفين بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب شفاف فأعرض عنها وقال إن حاضت المرأة فلا يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار بيده على الوجه والكفين أو كما جاء. نرجو أن توضحوا مدى صحة هذا الحديث وهل يجوز الأخذ به كدليل على كشف الوجه واليدين؟ جزاكم الله خيرا. هذا السائل ذكر أن كنت عازم على تنبيه عليه ولكن نسيته. الحمد لله. جزاه الله خير هذا السائل. نعم. ذكرنا بهذا الحديث. هذا الحديث تعلق به بعض المائلين إلى جواز إظهار المرأة كفيها ووجهها كفيها ووجهها وهذا الحديث بين أهل العلم أنه ليس بصحيح ولا يجب الاعتماد عليه وأصله أنه روى أبو داود عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريد عن عائشة رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي أسماء بنت أبي بكر يعني أختها تجهز الزبير وعليها ثياب الرقاب هذا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت النحيض فإنه لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه قالوا فهذا يدل على جواز كشف المرأة وجهها وكفيها لأن في الحديث إن المرأة إذا بلغت النحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا كف الوجه كفان الوجه وجواب عن هذا مثلما تقدم الحديث لا العلل ثلاث في ثلاث علل عند أهل العلم مع أنه لو صح لكان قبل الحجاب لا بعد الحجاب لأن الحجاب نزلت به الآية بعد الإسلام راح من النبي كانت المرأة في الجاهلية وفي أول الإسلام تجي وجهها وكفيها وفي جالس الرجال وتكلم مع الرجال وجهها كفين ووجه كان في أول الإسلام ثم رشح هذا ومنع الله من ذلك وهذا الحديث لو صح لكان هذا قبل الحجاب لكنه غير صحيح وهو ضعيف لعلة من ثلاث عند أهل العلم العلة الأولى أن الراوي سعيد بن بشير ضعيف عند أهل العلم لا يحتج برواية لسوء حفظه وعدم ضبطه العلة الثانية أن قتادة مدلس وقد عنعن ولم يسمعه من قبل يصرح بسماعه من خالد بن الوليد والعلة الثالثة أن خالد رواه عن عائشة لم يدرك عائشة بل هو منقطع لم يدركها ولا يسمع منها فصار الحديث ضعيف من هذه العلة الثلاث ولا يستقيم احتجاجه ولا يصح الاحتجاج منه في هذا المقام العظيم ولو صح لكان هذا قبل الحجاب لا بعد الحجاب الله المستعان قد بين هذا في رساله الحجاب التي توزع اذا كتب في هذا رساله الحجاب مده طويله ويتوزع من المستودع بين الناس وتوزع من طريق رياسه البنات ايضا فهي رساله الحمد لله موجزه لكنها مفيده وهكذا رساله الاسلام الثانيه الحجاب مفيده وكذلك رسالة لأخينا وبين الأعلان في محمد بن عثيمين بالحجاب جيدة وهكذا رسالة الأعلان الموجود بالحجاب جيدة وقد ورد في كتاب الحجاب لأخينا الأعلان في محمد ناصر الألباني شيء يدل على ميله إلى جواز كشف المرأة وجهها وقدريه ووجهها وكفيها وإن كان يرى الستر أولى وأحوط لكنه غلط وفقه الله في هذا وغلط جنة العالم كما يقال جنة العالم في العالم مصيبة هذه جلة من أخينا شراف الدين الألباني وهو من خيرة العلماء ومن خيرة الأخيار نعرفه كثيرا ولكنه له جلات كغير كل واحد من العلماء له أخطاء وله غلطات هذه من غلطاته عافاه الله وهداه وله من الغلطات أيضا قوله في صلاة الصلاة إن اليدين بعد الركوع يسجدها المصلي ولا يرفعها هذه غلطة أيضا والسنة في المصلي أنه يرفع يديه ويجعلهما على صدره في القيام قبل الركوع وبعده هذه السنة ولكنه غلط وظن أنها بدعة بعد الركوع وهي غلطة قبيحة عافاه الله وهداه. نعم.